والسلام عليكم جيمز، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم باش نفسر لكم حكايه البيو تاع الليجل جيمز اللي كان لاحظت المده هذه، معناتها نهبط في دي بوبليكاسيون في الباج نتاعي تاع نيكست يونيكس، وفي البروفيل نتاعي معناها بيرسونيل اللي هو اسمه ياسين فينيكس. ما تحكيت البيو، ما تكفيش نشريه من برا، و ما تكفيش نفسر لكم كل شيء معناها بالتدقيق. وباش يكون معنا السورس بتاعنا منين معناتها قاعدين تاخذوا في الجيمز، اللي هو معروف في التونيزيان جيمرز ريكس، ذا جروب بتاع هاردوير وريكس في تونس، معروف باسم فري تو كي. سلام في فري، عفنا بروحك. السلام عليكم، مرحبا بكم الاولاد. حبينا نوضحوا البوان تاع الاكتيفيشن كيز بصفه عامه، الجيمز كيفاش نبيعوا فيهم، كيفاش نجيبوا فيهم. برشا ناس تقول لك ياسين عا في تونس وكيفاش قاعد يجيب في الجيمز وكذا واسباني، والناس كل شيء يجي في بالهم حاجه كيما قلت حاجه عاديه جدا. اول حاجه نعمل نعطيكم تقديم صغير، محمد فرادي، مقيم في قطر، مانيش عايش في تونس دونك واضح. هذاك علاش نجم نعمل بيمون اونلاين، نجم نشري الجيمز، ناخذ من برشا سيتات بليتو ناخذ خاطر اني هنا قاعد نشري، نشري من جي تو اي، من كينجوين، سيدي كيز، برشا سيتات. المهم جيست معناها ياسين هو اللي عنده الكومينيكاسيون، هو اللي كونتاكت الناس ويتفاهم معاهم، وجيست اني معناها نعدي الاوردر ونعطيه الكيم تاعو. بالنسبه لحكايه البيمون مش يفسرها لكم ياسين، خاطر كما تعرف نجمش معناها نجمش اني ناخذ بيمون من تونس خاطر مسكره في تونس. دونك ياسين مش يحكي لك كيفاش يتم البيمون، لا هو بروسيس اوكي الميثود. فسر لهم ياسين البيمون في تونس معناتها فماش مأثر من هكا، فما برشا عباد قالوا صعيب حكايه البوست، اما بالرسمي الحكايه ما سهل على الاخر. باش نعطيكم انا كي نجي نتفاهموا على جيم وباش نتفاهموا مع باش نعطي بثركم السوق، باش تقولوا لي كيفاش باش نخلصوا سهل ياسك. عندنا دو ميثود، معناتها الميثود برانسيبال اللي هي بار بوست، مثال الاقرب تمشي اقرب بوست تقول لهم معناتها باش نعطيكم دي ديتاي تاع الكونت بتاعنا، الكونت بوستال فيه الاسم واللقب والكود نتاع الكونت، مش كل مرة ماذا بين عم بيرسومون في الكونت ذا، ماهيش مدة مينوت وماهيش اودينار، معناها بون هي حاجة سامبل، معناتها حتى التاكس بتاع البوست معناتها كان طارد نورمالمون ما يخلوش، نورمالمون ما فما دي بوست يخليك عليك ماكسيموم 1000 دينار. بون سامحني باش نقص عليك ياسين، هي شنو هي؟ مش تصب في كونت بوستال. علاش كونت بوستال؟ تنجم تعمل مدة مينوت، اما بون خاطر ما عرفش انت مثلا جاي مش تاخذها ب 20 دينار، مش تزيد تدفع عليها 3 دينار تاع بيمون، بون برشا فهمت؟ علاش قلنا كونت بوستال؟ جيست التاكس تاع بيمون هو دينار كاهو، فهمت؟ وتاخذ ريسي معناها جيست مضمونه للي مش يبيع وللي مش يشري، معناها تو سامبلومون ماهيش صعيبه بالكل. جيست ياسين يعطيكم النيمر دو بوست كونت سامحوني والاسم تاع الكونت وكاهو، تعطيهم للعوله يخدم في البوست ويعطيكم ريسي. سهله معناها الحكايه سهله على الاخر، ما عرفش علاش معناها الناس تقول لك صعيبه. اوضح حاجه انا حتى اسهل حتى من فيرمون بونكير معناها، فهمت؟ اوكا هذا معناها شيء واحد يوضح. فما دي جي ميثود اللي الجماعه اللي يسكنوا في معناتها زون منازه وريانا وتونس العاصمه والنصر والمنار والزون هذيك كل نجموا نتقابلوا معناتها في النصر فيهم في وقت مثلا ولا في نهار معناها ونتقابلوا غادي تعطيني كاش ونروح وتعرفوني فكره خير معناها تقابلوني انا يعني، وشكون عندكم فكره معناها فلوسكم اللي شكون ماشيه بالضبط وشكون اللي قاعد تكومينيكي معاه. بغيلي فما برشا عباد يقولوا لي شبيك ما تستعملش معناتها كوار التليفون وكلفازات، وبون معروفين خاطر في تونس عندنا برشا عندنا كوميونيتي تاع سبامرز، معناها برشا عباد تهاكي وبرشا عباد سبامي يقول لك انا مانيش خاسر شيء بالعكس، معناتها ديما رابح باللي باش يكون الفلوس داخله في التليفون ولا الفلوس ماشيه في يدي، معناتها ما يقلقهمش كيفاش داخل الفلوس. اما نحن معناتها كوم امورنا واضحه وكل شيء ليجال جيمز، معناها كيما قال لكم فري عايش في خطر، معناها فلوس واحد مش بالويت كيما قال الاخر. اي صحيح، معناها هذه هي معناتها الميثود بيمون. فما ياسين زاد فما بوان راهي مهمه زاد معناها لازم نوضحها خاطر كمان فهمت، خاطر كيما قاعدين نشوفوا حكايه سبام ماشيه في تونس برشا. مثلا واحد يجي يسالك على جيم باغ اكزومبل جيم تلقاها 5 دولار، راهي مستحيل مستحيل ومستحيل ومستحيل، يعني عاودتها قداش مره، مستحيل انه 5 دولار مش يكونوا 5 دينار، ما تجيش في حتى قانون،
الخطوه هذه بالحق لاحظتها قبل وياسين معناها ديما يلاحظ خاطر كيفاش مش تسيف ديفيز الدينار الدو سامحوني دولار عنده قيمته قداش يجي من دينار معناها فهمت جيست زاد هذه بوان زي ما تكون واضحه معناها كي يقول لك سوم فلاني ولا سوم معين اول حاجه اسوان ماهيش غاليه بالكل صدقوني اسوان ما تسماش غاليه وحاجه اخرى بالنسبه للناس اللي يقول لك ما عرفش ناخذ حاجه سبام ولا بالنسبه لي ان تاخذ حاجه ليغال امورها واضحه والاكونت نتاعك على طول وتفتح انت من مشاكل خير من اللي تقعد تاخذ الاولى بالسبام ويطيح لك اليرت وتاخذ الثانيه وتاخذ الثالثه خسرت فلوس معناها اي برشا بون برشا اللي يقول لك ناخذ كي 5000 وهو جو تقايس 70 ولا قداش سير بلاك اوبس 3 برشا عبيد خاصه ستيم انت ستيم في سيستم تاع سيكوريتي بالرسمي كاسح كاسح على الاخر معناها يشلق يشوفيش لق بيك معناتها كارت بنكير ماهيش امورها مريقله وماهيش امورها واضحه طول ما باش تلقاها ريفاوند وباش تنحيها لك من الكونت وترسي لك انت ليزي خسرت فلوسك معناتها في 5000 صحيح راهو صحيح خاطر زاد فما بوان ما عرفتش ممكن تعمقنا شويه في الموضوع المحاله اما خاطر الكوميونيتي الجيمز بصفه عامه في تونس تسموا غاليه يعني يقول لك شنو سبب بام باش ناخذ جيم 120 دينار ولا 130 دينار هذه في اقصى الحالات اقصى حالات كمام انت ما عرفش يعني كيف يشوفوا مثلا ياسين يعشق جيمز ما جولف دوتي مثلا انسان مش ياخذ جيم شقا شريها امور كونتي ستيم تقعد يعمل عليها بون كيف معناها بالنسبه لي نهون ما نكذبش عليك خير من اللي كانت كيف ما كان نحكي وها ولوج عليها منين جات وكذا وتلعب ما تعرفش قداش تقدم في الجو طفي تطيح لك عليها بتعاود المهم معناها ما عرفش بالنسبه لهذا تفكيري الخاص بالطبيعه حتى انا كيك ما يساعدنيش مثال انا تفكيري الخاص وهذا بالحق عندنا برشا اصحابنا ديجا معناها حتى كي تسال انسان تقول له شنو الخير يقول لك اكيد تكون جيم نتاعك اللي قال انت حتى تفاك صدق لي تفاك شيخ عامل بون كيف تحل الكونت نتاعك مش تلعب خاطر بصراحه راني قلبي معبي شويه معناها صراحه قلبي معبي شويه خاطر الناس يقول لك ليه وشنو وسبام 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 بالنسبه لي انا راهو هذا تفكيري وقلت وعاودتها قداش مره معناها بالنسبه لي انا نتاع الناس مش تسباري مش تفك تصور انت عندك جيم يجي تبسي وخاينه يفكها لك ويلعبها هو شنو السونتيمون نتاعك هكا ما نطولوش عليكم الاولاد تستحقوا اي جيم ياسين موجود عنده الاكونت نتاعو على فيسبوك عنده فينيكس نحط لكم اياه في الديسكريبشن ولا اي عندنا ياسين فينيكس وعندنا لينكس فينيكس باش نجموا تبعثوا ميساج ديريكت تستحقوا اي حاجه موجودين ومرحبا بكم وان شاء الله تلقاو منا كان حاجه باهيه تشاو جايز